I'm searching for like there is a girl she work here. His name is Silky. Do you know her? That's me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم بمقطع جديد. أول شيء يا شباب يعطيكم العافية. ثاني شيء أنا طالب دعمكم. أبي هذا المقطع غير عن كل المقاطع. أبي أشوف عدد لايكات يتعدى 7000. أبي نوصل على الأقل 10,000 لايك. والله إن نقدر يا شباب. أنت الحين قاعد تشوف المقطع، اضغط على زر اللايك. أنا داري إن الفترة الأخيرة ممكن الحلقات ما كانت في المستوى المطلوب، لكن هذا سلبية المقاطع العفوية. مو دائما الأشياء الأكشن اللي تبيها أنت راح تصير. أنا قاعد أصور لعب عفوي، مو دائما الأشياء الحماسية الأشياء الحلوة راح تصير. فأنا قاعد أصور وايد ألعب جراند، فالأشياء أشوف الحلوة تستاهل أنزلها لكم. المهم يا شباب، وأنا قاعد أفرفر في الكومنتات شفت وايد كمية ناس، يعني كمية جدا كبيرة يطلبوني إن عيسى صور مع سلكي، عيسى شو صار عن سلكي، عيسى شو أخبار سلكي. أنا قاطع عنها من زمان طبعا، من عارفين أنتوا الموضوع ليش إحنا افترقنا. فسألت عنها في الديسكورد كم من شخص أجنبي، قالوا لي تلعب بالسيرفر الفلاني. أنا رحت ستيم غيرت اسمي، سميت اسمي روكو. ما أدري شو روكو، لكن المهم عشان أبي أشوف ردة فعلها لما بعدين تعرف إن عيسى. دخلت السيرفر بحثت عنها، ولا ليش قاعد أتكلم وايد، ما راح أرجع عليكم. فخلونا نروح على المقطع، مشاهدة ممتعة. تمام يا شباب، الحين دخلنا السيرفر المطلوب اللي فيه سلكي. سويت الشخصية، سويت كل شيء، غيرت اسمي، خليت اسمي روكو. خلونا نفتح قائمة الموجودين في السيرفر. وين اسمي؟ هذا اسمي يا شباب، سميت اسمي روكو علشان أشيل الشبهة، ما تعرفني على طول. فأنا بروح أسولف معاها على أساس إني أبي خدمة. هي أكيد بتكون شغالة في الميكانيك أو معرض السيارات أو شيء من هالقبيل. فأنا بروح بسوي عمري أسأل عن السيارات أو ما أدري. المهم راح اتكلم معاها من غير ما ابين لها انا عيسى، فبنشوف هل راح تعرفني وكيف راح تكون ردة فعلها. في الخريطة جراجات بس ما في اسم سلكي، فلازم الحين اتحرى عن الموضوع واسال عن اسمها يا شباب. في جراج هنا، اوكي في جراج هنا يا شباب، بروح لهذا الجراج واكيد بيكون يعرف سلكي. والله سيرفرهم حلو يا شباب، شوفوا في كمية الناس اللي فيه، ما شاء الله شغال وتكاسي وعسكر وشغل حلو. طبعا بعد الضغط الشديد قررت اني اسوي زيارة لسلكي مثل ما خبرتكم في الانترو. وايد ناس يقولوا لعيسى شو وضع سلكي؟ والله اني ما اعرف عنها شيء ولا كلمتها ولا شيء، غيرت الاسم، جبت اسم السيرفر اللي تلعب فيه وقلت انه راح اسوي زيارة لها وبشوف اذا تعرفني ولا لا وكيف ردة فعل. هذا اهم شيء، بس ابي اشوف ردة الفعل. اوكي هنا في سيارة. Hello, anyone here? Oh, ما في حد يا شباب، ما في حد. بروح الجراج الثاني. أسمع صوت شرطة. الحمد لله مو أنا. أعتقد إن في سرقة. قريت أيوة، شوفوا مكتوب في الشات فوق إن في سرقة. أوه، شوفوا حظي يا شباب. شوفوا حظي. لفيت على الدورية. الحمد لله إنهم مشغولين ولا شو بيسووا فيني هذا إذا يعني مسكوني. ما علينا، احنا بنركز على الهدف اللي جايين علشانه، نشوف سلكي. هذا هو الجراج. يبطل الباب ولا لا؟ يب يبطل، ممتاز. يا رب تكون داخل يا شباب، ما ابي اتم الفلف وادور. بس ما اشوف حد موجود، شو السالفة؟ بروح معرض السيارات، هم دائما يتجمعون في معرض السيارات، بس وين معرض السيارات؟ ما ادري اذا موجوده معرض السيارات. الحين رحت كراجين وكلهم فاضيين، مع ان الناس اللي في السيرفر عددهم جدا كبير ما شاء الله، 27 شخص. والحين الفجر انا قاعد اصور وهذا هو معرض السيارات، بس ما اشوف في حد. انزين، عندي فكره يا شباب، شو رايكم اكتب في الشات سلكي I need help، اني ابي مساعدتك، لاني ما اشوف. هذا الفيتر. اوه ماي جاد، والله مضبطين الوضع ها. اوه نايس، طابق ثاني حق السيارات. ارسلت يا شباب سلكي وير ار يو، ارسلتها بتويتر، مسمي اسمي روكو ماين. شو روكو ماين ما ادري، بس ان شاء الله ترد علي. شباب سلكي ارسلت لي I am in the green wrenches for the minute، تقول لي انا عند الشدات الخضراء. فرجعت ارسلها وين هذا الشيء، لان ما اشوف في شيء شدات خضراء بالماب اصلا. معقوله قصدها يعني الكراجات؟ ما في شيء شدات خضراء. المهم خلونا نشوف شو بترد علينا.
وبنروح نقابلها. شو العسكر يا شباب؟ You want help, officer? Do you want me to help you, officer? No, I'm good. I'm right down the road from the department. Appreciate okay. Okay. Officer, I have one question. والله بسأل عن سلكي يا شباب. سريع يخرب بيته. Hey, officer. Officer? Yeah. Where's the green wrenches here? The green wrenches? Yeah. If you go down to the second traffic light and then take a left, you'll go over the bridge and go through the first traffic light, and it will be on your left hand side. You should see the shop door open up for you. Okay, thank you. Yep, no problem. ما فهمت عليه صراحة، لكن مبين سيرفر مولع. المهم قال لي روح هنا يسار، اركب الجسر. ركبنا الجسر. بعدين قال لي بتشوف باب على يسارك راح يتبطل من تلقاء نفسه. ما ادري شو بقى الكراج. لحظة، لا يكون سلكي في هذا الكراج يا شباب. اوه ماي جاد. اوكي، هذا هو الكراج. يا رب تكون داخل يا شباب. اوه ماي جاد. اللي على الدباب. Hey, what's going on, brother? Hello. What's going on? Give me one second. Hey, I just need to speak to you quickly. Come here. Alrighty. Silky, ya shabab, Silky. What's up, bro? I'm asking for there is a girl. It's called Silky. Oh yeah. She's right here. Yeah, sorry, I think I drove into a tree. يا الله صوت ذكريات يا شباب. Okay. ذكريات. Okay. Hello. Hello. Hey, how are you? I'm good. How are you? I'm good. How's everything? Very good, thank you. Gosh, this has been forever. Sorry. How have you been? I'm good. I'm searching for there is a girl, she works here, she's name is Silky, do you know her? It's me. It's you. Can you help me with my car here, actually it's not my car, to be honest. It's not your car. Why you're walking like this? Are you tired? Do you want me to take you to hospital or something? Yeah, you know what, I drove in the front of my bike, so I hurt my leg. I was going to be going to the hospital in a minute. Okay, do you remember my voice? Yes. I can remember your voice. I want to make a prank for you, to be honest. How are you? How's everything? I'm good. You still working in garage and those things? My God. Actually not, I was just in here helping these guys because we're setting it up for them. I just drive 6 hours from my old city just to say hi for you. I really miss you. I really miss you. We haven't seen you since your bonds took off. You forgot about me. No, of course. I'm just I like traveling, you know. This is my hobby now. So what you doing here? What's your job and So at the moment I'm sort of banking. I'm doing the banker with Chaotic. So rich. People need a loan and stuff like that. Yeah, well, working in the mechanic shop has brought in quite a bit of money previously. So we're lucky. Maybe you can help me some time to give me maybe personal loan with no benefits. Maybe. We'll see. What's happened about that house in the forest? It's still here? That palace? No, it got burnt down. Got attacked just off Yule. I think there was a big raid and people came in probably looking for you. Cool. And what about Tuhot? Still here? No, he left. Oh my God, I miss that boy. I don't have phone, to be honest. I think if you press your Z muscle, you got a phone. Oh, good.
Maybe, can I have your number again? Did you get it? Yeah, there we go. I got yours. You got it? تضحك تضحك الحين يا شباب تضحك سمع سمع الضحكة. أو أرسلت لي شيء. شو أرسلت لي؟ You know, I've always been bad at reading my كاتب لي بس تي تو والله شباب بعد استاقت لي. Okay, Silky, I will be around here. If I want something, I will call you. Yep, absolutely. Give me a call. We'll be around the city. Yeah, yeah, yeah. Okay, see you soon. Alrighty. See you. Have a good time. I want to try this motorcycle. Oh, you want... Yeah, I don't know. Is that it? Is that yours, King? Well, what's that? Is it fun for me? Or yeah. She just found it. Yeah. So, what do you think? I should go? We got issues. Okay. See you, guys. يا عيال سلكي موجودة مرة وين اختفت وين اختفت راح داخل المكتب شكلها أنا منصدم كيف عرفتني كيف عرفتني يا شباب والله أنا منصدم على طول قالت لي عيسى عاد ما قالت لي عيسى طبعا بالعربي بس عيسى عرفتني على طول فتقول لي أن لو أفضل لك تقدم لك على الحكومة عندهم وظائف حكومية شوفوا اللاعبين الموجودين في السيرفر ما شاء الله زاد 37 صاروا ف ما ادري اكتبوا لي في الكومنتات لان الحين عصابه العقارب يا شباب شوي موضوعها صعب كل واحد راح سيرفر ثاني وصعب نجمعهم كل ما نجمعهم نتاخر في الحلقات فانا بشيء سريع ابي ادخل اصور على طول وش اسمه وهذا قولوا معي لا اله الا الله يعني ادخل اصور واطلع مو قاعد استنى هذا واستنى هذا واستنى هذا واستنى كذا الموضوع يطول وانا اتاخر عليكم في الحلقات وبعدين انت تقول والله العيسى ليش قاطع انا مو قاطع بس اني اجمع الناس وتصوير وكذي يكون صعب عرفتوا ولو صورت لكم مع اثنين ثلاثه تقولون ليش وين فلان وين روز وين البان وين ما ادري كيف فعسبت كذي ما ادري اكتبوا لي في الكومنتات وانا لكم مطيع باذن الله تعالى انا كم عندي فلوس اصلا يا شباب اوه عندي 5000 والله صعب ال5000 هذه الشيء الحلو لما ارسلت له رساله عشان تخزن رقمي كتبت لها مس يو ان انا اشتقت لك فردت كانت تكتب لي مس يو ان هي بعد اشتاقت لي يعني شعور حلو عرفت علي او ماي جاد شوف السياره هذه ها هي 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 بي كيرفل مان بي كيرفل لحظه وين رايح يا حبيبي وين رايح مو على كيفك تدعم الناس وش اسمه تهرب تعال خيبة سيارته سريعة بعطيه يا شباب ليتات بخليه يوقف قاعد اعطيه ليتات اوكي بيدخل الجراج بخليه يعطيني فلوس ايش السالفة ايوه ادعموني مان هو جيف يو license هو جيف يو license يو هيت مي تو تايمز I never see you, man. My neck. Come on, give me something, man, or I'm gonna call police. Do I gotta get out or what? وين راح السيارة الكبيرة؟ هذا اللي نزل. Hey, my friend, you was driving this car? Yeah, I'm sorry, man. No, I'm sorry, it's not working. Give me money. I didn't ram you though. That's not my car. Yeah, but you hit me, bro. You hit me. You That's my not my car, man. My car over there. Who was driving this car? I don't know. Oh, I think this guy with the black suit. Hey, bro. Yo, what's up? You was driving that truck? No, I wasn't driving that truck. So, who was driving this car? Somebody was driving this car and he hit me in front of the Legion. Yeah, it was me, motherfucker. What's up? Okay, give me money, man. You hit me. Give you shit. You know why? Because why? On the road. No, I wasn't. I turned left. I turned my signal left and I was turning left. Yeah, I'll give you some money. You want some money? Yeah, please. $1? $1? Okay, remember my name. This $1, it will be $1 million soon. With this $1, I'm gonna make a huge business. Okay? And then you will call me to ask for help. And... I don't need your help, big dog. I got a strat too, homie. Do you think you're gonna like scare me with this gun? How about you just get off property? I'm going out. Okay, شباب سويت لهم دراما سويت لهم فيلم هندي. This ain't even your. It's mine. Okay, شباب أبي أنتقم منهم بس كيف ما أدري. Okay, بجيب هاي السيارة
على الأقل أبعطيه بوكس لأنه سبني من الآخر، فأنا بس أبعطيه بوكس. أوكي أنا أروح لهم. Hey, just remember my name. Just remember my name. شوف بشتري سلاح، ما أدري إذا أقدر أشتري أسلحة ولا لا، بس أبي أذبحه والله العظيم. خلاص دقت براسي إني أذبحه. خلنا أشوف إذا عندهم أسلحة ولا لا، يمكن لازم أخذ رخصة. يا عيال اشتريت سلاح، أنا براوي. قاعد يهددني وما أدري شو يقول لي. آه هذا منو؟ هذا منو؟ ألو؟ شاب هذا بوت ولا شو؟ زين شوفوا يا شباب الحين كيف اقدر اذبحه؟ كيف اقدر اذبحه؟ من السيارة طبعا اقدر اطلق من السيارة، يب خليني اطلق من السيارة. مشكلة ما في ايم. شت ما في ايم يا شباب. يلا بحاول اذبح. ذبحوني يا شباب. اخي والله تنمروا علي. واتش اوت والله تنمروا علي. واتش اوت شوف يا شباب فجاه كذي شلتني. او ماي جاد جات تساعدني. تبي تاخذني المستشفى وبعد دعموها. اصلا برسبن بعد 30 ثانيه انا لما توديني المستشفى. بس كيف سمعت عني؟ كيف عرفت اني شو اسمه اني ميت او مغمى علي؟ اوكي والله فزعه. حلو حلو، انطباع جيد، انطباع جيد ممتاز. ايوه كسر الدنيا، كسر الدنيا. سلكي الامور طيبه عادي، اهم شيء اني انجى. خلاص رسبنت في المستشفى. اوكي وات هابن هير. اوه في وحده ثانيه. He got into the door and then oh my god. I mean, yeah. I feel like you become friends with someone's butt that quick when you meet someone. I feel like you do become best friends. Where I am? I am in the heaven? Paradise? I'm dead or what? Yeah, I'm an angel. Me too. Oh. Angel. Oh, angel. But I thought angel they are always white. You don't see my hair color? No, they're pink. We got some nice things in here. We got an ATM machine, a store if you need some food. Yeah, I want food. Where I can buy food from here? In the store at the there. Desk. Okay, thank you. You're welcome. Okay, في عندهم والله بنات يشتغلون بالش اسمه. Okay, عندهم أكل. نشتري برجر يا شباب. تشيز برجر وكولا. ما عندي فلوس يا شباب. بطلب من هذا الشرطي. هذا شرطي ولا شو؟ Hey, my friend. What's up? I don't know. My wallet is not with me. There's an ATM. There's an ATM machine right around the wall, right where it says pillbox. There's an ATM machine there. Yeah, I don't have bank account also. I always putting my like my money in my wallet, but I lost my wallet now. Oh man. No. Just give me just $5 or something for that cheeseburger, man. I'm so hungry. Just need a little food. Hey, I'll tell you what. I'll give you some. Yeah, please, please. Oh, thank you so much. That ought to help you out a little bit. Thank you. Get you some food and stuff. Get you taken care of. الله أوكي. خلنا نشتري لأنه ما كان عندي فلوس. هذا البرجر يا سلام. الحين كيف أقدر أروح أنتقم من هذاك؟ بيطردوني من السيرفر. Officer Willis, that you love him. Thank you so much, angels. No problem. You're welcome. No, he was yelling at me. الحين لازم أسرق هالسيارة. أي أشوف يشوفوني ولا لا؟ لا لا حرام حرام، ساعدوني بعد بتسرق سيارة معيسة بعد ما يصير. لا هد اعصابك والامور طيبة. في ثلاث تكاسي يا شباب، بحاول اتصل لواحد منهم وما ادري، بشوف اذا بيجوني ولا لا. لما كنت ميت على الارض يا شباب فجأة سلكي جات وحملتني على ظهرها وجابتني المستشفى، لكن كيف عرفت ما ادري. فجأة شفت عمري كذي اركض معاها، كنت على الارض طبعا انا. تاكسي سحب علي فطلعت هذه السيارة قدامي. اوه شوفوا شعرها يا شباب، او شعرها افرو. روح روح. اوكي كفو. حلو حلو، في دباب يا شباب، في دباب، في دباب احسن من السيارة صراحة. اوه والله شكله فخم بعد، شكله فخم يا عيني. بس غريب ما ادري ليش الدبابات هنا
شو اسمه اشكالهم غريبة. الحين يا شباب كيف اقدر انتقم منهم؟ ما اقدر اروح واذبحهم كذي فجأة بدون سبب، لازم افتح المشكلة. وما اقدر انتقم واقولهم انتوا ذبحتوني سابقا، ما اقدر اقول كذي لانه مخالف الرول بلاي، بيجيني بانت، خاصة عاد الاجانب مرة يعني ما يتفاهمون. شو هذه العلامة يا شباب؟ شو هذه العلامة؟ اركب الباص ولا اسوق ولا شو السالفة؟ اشتغل. لا 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 لا، انزل انزل انزل، مو جاي اشتغل انا اصلا. خيبة، شوفوا اللي كانوا بيركبوا الباص عندي يا شباب. اوكي انا براويهم. خيبة يضرب. هذا منو؟ اهرب 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 اهرب، انا جاي اسوي مشاكل، جاي اسوي مشاكل. Hello. Hi. Oh, don't scream, man. How are you? What? Hey, what's your name? Marky Mark. Mr. Ben? Huh? Marky Mark. Mikey Mark. I thought Mickey Mouse. No. What are you doing? I'm going that way. والله السيرفر مليان. حلو يا شباب، يعني قال شوف الهوملس يا شباب، والله حرام والله حرام. طيب ما اقدر اعطيه فلوس؟ ما اقدر. اوكي هذا بعد مسكين. قال تخيلوا يا شباب نعيش يعني كذا تكون حياتنا، تخيلوا. الله لا يحطنا بهذا الموقف يا رب، والله يساعد كل متشرد، وان شاء الله الكل يكون عنده بيت ويكون وتكون عنده وتكون حياته طبيعيه. الفقر شيء محزن يا شباب، وشيء جدا جدا صعب. اوكي ما بتفلسف وايد لان انا قاعد العب جراند، مو قاعد اعطي محاضره. ادري هل اقدر شو اسمه استاجر شقه ولا لا، بس في علامه في الخريطه لمبنى شقق، في اثنين، في واحد وفي اثنين هنا. انا بروح الرخيص، هذا مبين ان المنطقه رخيصه لان ما عندي فلوس، بس ابي اشوف نجرب. اوكي وصلنا لمكان الشقق اللي اقدر استاجر، بس ما ادري وين المدخل صراحة. اوف والله حق فقارة يا شباب. اوكي انا قلت انه ما عندي فلوس بس مو كذا. طيب وين اقدر استاجر؟ والله شكله من هنا اقدر استاجر، بس وين طيب المكتب حقهم؟ طيب الحين وين انا اقدر اخذ لي شقة؟ ممكن هذا الباب؟ بس العلامة هنا بالخريطة يقول لي هذا المكان، شوفوا أنا عند المكان بالضبط. طيب وين؟ الله أعلم. ما عرفت الشباب صراحة كيف شو اسمه أخذ لي شقة من هنا. بس على العموم وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى أشوف دعمكم. إذا عجبتكم الحلقة هذه أتمنى أشوف عليها دعم، إذا كان الدعم جدا خرافي راح أستمر وأصور نفس هذه الشطحات اللي تصير، يعني نسترجع ذكريات القديمة. فأهم شيء اللايك مرة ثانية. فكان معاكم اخوكم عيسى 400، سلام. What's happening? You ain't liking the fact that I'm back again. And I godly as fuck, I should live in the Vatican. No one's a rapper is matching. It's a lot of talking, a lot of checks, a lot of bond, a lot of nexus in your conversation. While you bring my name up, just a lot of flexing. I don't do no changing, I ain't never changing. I'm the only one. Take you out with just a single shot. I guess that you could call that shit a hole in one.